إذا ما غرد السيد أو أصدر بيانا أنه يرفض مرشح الإطار، ماذا بعد ذلك؟ ما الذي يجب أن يكون؟ الإطار يقول لك أنا الكتلة الأكبر، أنا من حقي هذا مرشحي وهذه خياراتي، والحكومة أنا سأتحمل مسؤوليتها وأتحمل مسؤولية السوداني، فيما إذا لو تم الرفض فعلا. نعم، بس للتوضيح أنا ما قلت أنه الإطار رشح السيد السوداني كاتب مصدرين، لا أبدا، أنا قلت أنه تسألتني وقلت لك الإطار التنسيقي طرح مرشح، فبالتالي ماكو الآن معطيات جديدة تخليه مثلا يغير هذا المرشح. شوفوا يعني الصوت لما السيد أبو ميثاق ما عنده صوت. نعم أستاذ حمزة. اي هاي واحد. الشيء الاخر، السيد الصدر كل تغريداته ما يطرح اسم مرشح، ما في اليوم ذكر انه هو ضد المرشح الفلاني مع المرشح الفلاني، انما يتحدث عن مبادئ. هو يرفض اولا الحكومة التوافقية، والاطار التنسيقي يريد ان يشكل حكومة توافقية مع القوى الوطنية العراقية الاخرى، الكرد والسنة والتركمان وغيرهم. السيد الصدر يريد حل البرلمان، والإطار التنسيقي يريد حل البرلمان ولكن بحكومة كاملة الصلاحيات. السيد الصدر قال أن الحكومة اللي يمكن أن تبقى حكومة السيد الكاظمي وحتى رئيس الجمهورية أيضا يمكن يبقون يشرفون على الانتخابات. الجدل القائم حول الانتخابات المبكرة متى؟ هذه خلافات أساسية، القضية مو يم المرشح. يعني هنا السيد الصدر ما فد يوم ذكر انه أنا ضد المرشح الفلاني او مع المرشح الفلاني، يتحدث عن مبادئ عامه. ولذلك عندما سحب نواب كتلته من البرلمان لم يسحبهم لكي يقول للجماعه امضوا وانا انتظر، انما اراد ان يقول انه يثبت مبدأه، وهو ان الحكومات التوافقيه غير ناجحه وانه يريد ان يغير المعادله بشكل اخر. هذا هو المسار الذي مضى عليه السيد الصدر طوال كل تغريداته خلال الفترة الماضية.